مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم بعد الصافره اللي بنطرح فيه كل يوم اربعاء القضيه الابرز على الساحه الرياضيه العربيه والعالميه. معي انا عبيد نفاع. افريقيا منجم المواهب في عالم كره القدم والقاره التي انجبت افضل الاسماء عبر التاريخ وصدرتها لاوروبا. تالق اللاعبين الافارقه خلال الموسم الحالي كان لافت، فكيف ممكن ياثر هذا التالق على بطوله كاس امم افريقيا؟ خلينا نبدأ بصلاح وماني، اللاعبين اللي حققوا بطولة دوري أبطال أوروبا وقدموا أداء مذهل خلال الموسم الحالي. صلاح بالتأكيد من المتوقع أن يكون كلمة السر مع منتخب مصر لتحقيق اللقب الأفريقي الغائب منذ عام 2010، فبعد الفشل في نهائي النسخة الماضية ما رح يرضى نجم نادي ليفربول بأن منتخب بلده يفرط بلقب البطولة اللي رح تلعب على أرضه وبين جمهوره. النجم المصري رح يدخل البطولة بمعنويات عالية بعد تحقيق اللقب الأوروبي، وبالتأكيد رح يواجه رقابة صارمة من الخصوم، ولكن من المتوقع أنه صلاح يفجر القدرات اللي عنده لخدمة الفراعنة، ولو أنه بيبقى فيه تخوف موجود من أنه الإرهاق بعد موسم شاق ممكن يأثر عليه لاحقا. على الطرف الآخر ممكن نعتبر أنه ماني كان مفتاح اللعب الأساسي لليفربول خلال الموسم الحالي. اللاعب السنغالي كان حاسم أمام المرمى وسجل أهداف مفصلية قادت فريقه لتحقيق اللقب الأوروبي. المنتخب السنغالي فريق مدجج بالنجوم، ولكن التعويل بالتأكيد راح يكون بالمقام الأول على ساديو. رغم أنه المجموعة اللي وقع فيها أسود الديرانجا ليست سهلة، إلا أنه وجود ماني كفيل بإرباك الخصوم. أما مفاجأة الموسم السارة فكان النجم المغربي حكيم زياش اللي قاد أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل أدائه المذهل، وكان على بعد نصف خطوة من الوصول إلى النهائي لولا هدف لوكاس مورا القاتل. حكيم بالتأكيد رح يكون أحد أهم أعمدة المنتخب المغربي بكأس أفريقيا، ومن المهم جدا أنه زياش يحافظ على مستواه بالبطولة لسببين: أولا خدمة منتخب بلده لتحقيق اللقب، وثانيا لجذب انتباه الأندية الأوروبية اللي بلشت فعلا بالتفكير بالتعاقد معه. وبعد النجوم الثلاثة اللي حكينا عنهم كان في النجم الجزائري رياض محرز اللي تألق مع السيتي خلال الموسم الحالي وكان جزء من الفريق اللي حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. محرز طبعا راح يكون نجم محاربي الصحراء ببطولة كأس أفريقيا، وأكيد التعويل من قبل الجماهير الجزائرية راح يكون عليه بالإضافة إلى اللاعبين الآخرين. بعيدا عن أوروبا، من غير الممكن أنه ننسى ما قدموا النجمان المغربيان عبد الرزاق الحمد الله ونور الدين مرابط مع النصر السعودي خلال الموسم الحالي، وبالتالي صار ممكن نقول بكل ثقة احذروا المغرب في العرس الأفريقي. وقبل ما نختم، في مواجهة لازم نترقبها ورح تكون بين مصر وغينيا. طيب ليش؟ لأنها رح تجمع صلاح بنابي كيتا. كيتا الرائع والمتألق والمجتهد رح يكون رقم صعب بالبطولة الأفريقية إذا حافظ على تركيزه ومستواه، وبالتالي ممكن يشكل خطر كبير على الفراعنة. بانتظار ترجمة التوقعات إلى أفعال من قبل نجوم القارة السمراء خلال البطولة الأفريقية على أرض الواقع بالمحروسة مصر. هذا كان كل شيء بحلقة اليوم من بعد الصافرة. إلى أن نلتقي الأربعاء المقبل، كونوا بألف خير.